أسألك، ربما هذا البيان هو محاولة لوضع النقاط على الحروف والمحافظة أيضا على النسيج الاجتماعي في المنطقة الغربية. نعم، بلا شك ما حدث في الحرب الأخيرة أو في عدوان أخطر على طرابلس يعني شرخ اجتماعي كبير خاصة في المنطقة الغربية. يعني الآن مدينة سبعة سوى 50 كيلومتر عن طرابلس، يعني تتوجه منها الصواريخ ويخرج منها المقاتلون في الاعتداء على العاصمة، وهذا بالتأكيد سيسبب شرخ اجتماعي كبير وسيكون له تداعيات خطيرة مستقبلية على التعايش السلمي ما بين الليبيين خاصة في المنطقة الغربية. لذلك الخطأ الذي وقع من بعض أهالي درونة، ولا نقول الكل، يجب التفكير فيه ويجب توجيه النصح إليهم على أن هذا الأمر لا يتماشى أو لا ينسجم مع تاريخ درونة الجهادي والوطني المشرف الذي كان بالفعل يعني فيه ترونة تقف مع الوحدة الوطنية ومع الدولة الليبية بكل ما لديها من رجال ومن حكمة ومن عقل مشايخها وعقلائها. لذلك فأنا أرى أن هذا البيان بالفعل جاء في الوقت المناسب وتوجه بالفعل إلى عقلاء ترهونة ومشايخ ترهونة ليعوا مقدار الخطأ الكبير الذي وقع فيه بعض أبنائهم، ليسعوا جاهدين لكي يعني يثنوهم أو يغيروا ما ذهبوا إليه، أو هذا التحالف الذي الآن نراه بين أبناء ترهونة وبين مجرم الحرب حفتر. يعني لا ينبغي لأبناء ترهونة وهم من عرف عنهم عن أجدادهم الجهاد وعرف عنهم الوطنية أن يعني يتحالفوا مع مجرم الحرب ويصبحوا أداء لتحقيق هدف هذا المجرم في الوصول إلى السلطة واستعباد الدين من جديد كما استعبده القذافي لمدة 4 عقود. هذه فرصة لأهالي ترهونة وعقلاء ترهونة ومشايخ ترهونة، ونحن ضمننا فيهم أنهم سوف يستجيبون بإذن الله وسوف يضغطون على أبنائهم الذين انجروا خلف وعود مجرم الحرب حفتر وانطلقوا معه في هذه المغامرة الفاشلة الحمقاء التي جرت على ليبيا الويلات. نحن نعتقد أو نظن ظنا خيرا بمشايخ ترهونة وبعقلاء ترهونة أن يكون لهم موقف في تبع اجتماع أبنائهم وردهم عن غيهم وإعادتهم إلى الصواب وإلى الركاد بإذن الله تعالى. سيد مروان، في سؤال أخير، ربما على حكماء وأعيان مدينة ترهونة الآن أن يقفوا موقفا واضحا مما يحدث داخل المدينة، والبعض يتحدث عن أنهم ليسوا أعز ممن يقتل من أهالي العاصمة بالقصف العشوائي، وهذه ليست دعوة لإراقة الدماء، لكن ربما يجب أن يتحملوا جزءا من المسؤولية كونهم حتى قد وقعوا على معاهدات واتفاقيات مع أعيان المنطقة الغربية. نعم، بالتأكيد، يعني ما جرى الحديث عنه في البيان الذي صدر اليوم أن هناك مهلة مطوطة إلى عقلاء وحكماء ترهونة للتصرف ولن يتركوا إلى الأبد. لابد أن يكون هناك بعد المهلة يعني أمر آخر. جلست سفينة ترهونة أنها تقع في الجزء الغربي وأن كل الخدمات وكل البوارج تأتيها من العاصمة ومن جزر الجوار. يعني ترهونة تعيش من شرايينها ممتدة في طرابلس والمدن المجاورة لها. إذا تواصل عدوان أبناء ترهونة على العاصمة وسقط نتيجة العدوان الكثير من المدنيين الأبرياء، فالحكومة ستضطر بالتأكيد إلى قطع هذه الشرايين، فتجد نفسها ترهونة معزولة عن منطقتها وعن بعدها الوطني الذي يجاورها. يعني عندما يرتكب الجار اعمالا ضد جيرانه ويعتدي عليهم ويقوم باعمال ترهبهم ويتحالف عليهم مع قوى اتت من بعيد،
فهذا الجار لا يتوقع أن يظل جيرانه مكتسبا، لابد أن يدافع عن أنفسهم. ومن وسائل الدفاع التي سيلجأ إليها الحكومة وتلجأ إليها المدن المجاورة لترمونة هي المقاطعة. يعني سوف نأتي من وقت نعلن فيه المقاطعة مع مدينة ترمونة، وإذا تم مقاطعة مدينة ترمونة من المدن المجاورة لها فأعتقد بأن ستكون في حصار ترمونة ولن تستطيع العيش والصمود لفترة طويلة. أنا من هنا أناشد عقلاء ترمونة ومشايخ ترمونة ألا يضطروا جيرانهم إلى هذا الأسلوب لكي يرتعوهم على العدوان. أنتم الآن معتدين، أبناؤكم يعتدون على العاصمة، يقذفون على الصواريخ، يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ، يعتدون على مؤسسات الدولة. إذا لم تستطيعوا أن تنقذوا أبناءكم أو تصدوا أبناءكم فإن جيرانكم يعني مجبرين على أن يفعلوا ذلك بأنفسهم. كل الطرق متاحة وكل الوسائل لإيقافهم عن غيهم سوف تكون يعني متاحة ومباحة. لذلك الآن على عقلاء ترمونة مشايخ ترمونة إما أن يخرجوا من هذه المدينة إذا كانوا لا يستطيعون بالفعل أن يمسكوا أبناءهم أو يردعوهم عن العدوان، أن يخرجوا من المدينة ويقولوا نحن لا نستطيع ذلك ويتبرؤون منهم، وإما أن يبقوا في هذه المدينة ويتحملوا كل نتائج عدوان أبنائهم. أنتم الآن أبناءكم يعتدون على جيرانكم، فإما أن تخوفوهم وتردعوهم عن هذا العدوان وإلا تحملوا مسؤولية ولا يتوقع يترتب على هذا العدوان. بالتأكيد المدن المجاورة لكم لن تسكت ولن تقف مكتوفة الأيدي، ستتفرج على الصواريخ تنطلق من جواركم وتهبط على رؤوس المدنيين والأبرياء. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي وعضو مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة السيد مروان الدرقاش، كنت معي عبر الهاتف.